السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم بريوش الإيطالية الشهيرة، وتعرف باسم بريوش بانتون. هذا البريوش تجي خفيفة بزاف، غادي تشوفوا طريقة جد سهلة في تحضيرها، لأن الوصفة الأصلية جاية فيها عدة مراحل. غادي نعطيكم واحدة الطريقة تجيكم سهلة وتجيكم أيضا بنينة وخفيفة. وهذا البريوش تتطلب الخميرة البيتة، سنبدأ أولا في تحضيرها. بسم الله. بالنسبة للخميرة البيتة سنحتاج إلى 100 غرام تاع فرينة أو الدقيق الأبيض، ما يعادل بالتقريب نصف كوب. غادي نضيفوا له نصف ملعقة نتاع سكر وملعقة صغيرة نتاع خميرة الخبز أو الخميرة الفورية. غادي نخلطوا قليلا، بعد غادي نضيفوا الماء. الماء راه على درجة حرارة الغرفة. غادي نستعملوا 100 مليلتر. من بعد غادي نجمعوا العجينة، والعجينة تكون طرية بزاف وتكون تتلاصق، وهاد العملية نقوموا بها ليلة من قبل، ونخلو هاد الخميرة ترتاح حتى الغدوة باش نحضروا لابريوش. هنا بعد ما نجمعوا العجينة غادي نغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. من بعد غادي تهبطوا لها الخميرة. هاد العملية غادي تقوموا بها مرتين. هنايا بعد ما تضاعف الحجم نتاعها غادي نهبطوا لها الخميرة بوسط الملعقة، ونعاودو نغطوها ونخلوها أيضا يتضاعف الحجم نتاعها، باش من بعدها نتحصلو على عجينة تكون مطاطية كثيرا. هنا غادي نغطيها ونخليها أيضا ترتاح، وهاد العملية قمت بها مرتين فقط. هنايا بعد ما ارتاحت الخميرة 12 ساعة، شوفوا كيفاش ولات سائلة. الآن غادي نبدو في تحضير البريوش نتاعنا. بالنسبة للمرحلة الثانية غادي نحتاجو نصف كوب نتاع ماء يكون دافي. غادي نضيفو له نصف ملعقة صغيرة نتاع خميرة الخبز مع نصف ملعقة صغيرة نتاع سكر. غادي نغطو هذا الكاس ونخلو خميرة الخبز حتى تتفاعل، وهذا المرحلة اختيارية. تقدروا ما تستعملوش خميرة الخبز في هذه المرحلة وتكتفوا فقط بخميرة البيتة، لكن لابريوش غادي تتطلب من 4 حتى 5 سوايع باش يتضاعف الحجم نتاعها. يعني انا اضفت هذا الملعقة صغيرة باش يتضاعف الحجم نتاعها بسرعة. غادي نغطو خميرة الخبز ونخلوها حتى تتفاعل. بعد ما تفاعلت خميرة الخبز كما راكم تلاحظوا في الصورة، غادي تشوفوا بقية المكونات. سنحتاج إلى العسل، استعملت 80 غرام بالتقريب ربع كوب. سنحتاج إلى الزبدة أو المارغارين تكون طرية، استعملت 125 غرام. نحتاج إلى السكر 2 ملاعق كبار أو 30 غرام. نحتاج إلى ليفخوي كونفي، هذا صنع منزلي صنعتهم بقشور الدلاع، لكن تقدروا تستعملوا تاع المحلات، استعملت 100 غرام. الكمية اختيارية تقدروا تزيدوا. نحتاج هنايا إلى الفرينة أو الدقيق الأبيض 320 غرام أو 2 كوب مملوئين. نحتاج إلى العنب المجفف، هنا راني وضعته في الماء الساخن راه طري، استعملت 100 غرام. هنايا الملح ملعقة صغيرة غير مملوءة أو 7 غرامات. هنايا سكر فانيلا ملعقة كبيرة أو 2 كيس. وهنا قشور الليمون، تقدروا أيضا تستعملوا عطر الليمون أو قشور نتاع البرتقال. وفي هذا الوصفة هذه اختيارية المازهر، إلا كنتو تحبوا المازهر تقدروا تزيدوا ملعقة كبيرة. ونسيت أيضا ما ذكرتش البيض، نحتاج إلى 3 نتاع بيض. إذا استعملتوا البيض حجم كبير استعملوا 3، ولا كان الحجم نتاعها صغير تقدروا تستعملوا 4. هنايا مع الخميرة البيتة أضفت الخميرة اللي حضرناها في نفس اليوم، أضفت أيضا البيض، بعد زدت عليهم سكر فانيلا، أضفت أيضا السكر العادي. من بعد هنايا غادي نضيفو الزبدة، خليت فقط كمية قليلة نضيفها في الأخير باش من بعد العجينة نتحصلوا عليها تكون ملساء. يعني أضفت كمية كبيرة في الأول وكمية صغيرة خليتها في الأخير. هنا غادي نضيفو العسل، وهذا الوصفة متميزة بالعسل. وغادي نضيف ايضا كميه نتاع فرينه ونزيدو فوقها الملح. من بعد غادي نخلطوا المكونات. انا غادي نستعمل العجان، لكن تقدروا تستعملوا فقط اليد، المهم في الاخير العجينه تكون مطاطيه. دوك تشوفوا الشكل نتاعها في الصوره،
ولا كان عندكم العجل ماذا بكم استعملوه باش ينقص عليكم التعب. وكما لاحظتوا اضفت ايضا الفارينة او الدقيق الابيض المتبقي. وبالنسبة لهذه العجينة استعملت هذا الانسترومون اللي يجي على شكل مثلث، تقعدوا تخلطوا فيها لمدة حتى تتحصلوا على عجينة تكون مطاطية جدا. تقدروا فقط بواسطة اليد تقعدوا تعجنوا فيها، يعني ترفعوا فيها وتهبطوها، ترفعوا وتهبطوا حتى تتحصلوا للقوام اللي غادي تشوفوه فيه الآن في الصورة. من هنا يتجمع لكم على جميع هذاك الانسترومون، غادي نحبسوا من الخلط. دوك تشوفوا القوام نتاعها، يعني كي ترفدوها كأنها، شوفوا كيفاش راها دايره مطاطيه ما تتقطع لكمش بالخف. هذا هو القوام اللي لازم يكون عند هذه العجينه باش من بعد تجيكم من الداخل مثل خليه النحل، يعني تجي متقبه بزاف وتجي خفيفه. هنا في الاخير اضفت الزبده المتبقيه، اضفت ايضا لي فخوي كونفي. هذه الوصفه عملتها ايضا، راهي في القناه، دوك نوضع لكم الرابط نتاعها في اخر الفيديو. اضفت ايضا العنب المجفف، اللون نتاعه ما يهمش اسود او ابيض ولا تخلطوا. واضفت ايضا كميه نتاع مازهر، والمازهر اختياري، يعني الوصفه الاصليه ما فيهاش المازهر، لكن حنايا نحبوا بزاف المازهر في البريوش، الا كنتوا تبغوه تقدروا تزيدوا. بعد هنايا غادي تخلطوا مليح المكونات حتى تشوفوا هذوك لي فخوي كونفي والعنب المجفف امتصتهم مليح العجينه. العجينه تاعنا هنا راها جاهزه. ولا لاحظتوا مليح، الا كنتم متبعين مليح الوصفات نتاعي، هاد المكونات هم نفسهم نتاع لي بابا، التغيير فقط كان في العسل وايضا في الخميره البيته. شوفوا هنايا القوام نتاعها، يعني هنا تتلاصق لكن تقدروا تنحوها بسرعه. غادي نغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها كما راكم تلاحظوا في الصوره. شوفوا هنا كيفاش تضاعف حجمها. الان غادي نقوموا بعمليه التشكيل. استعملت هذا القوالب، استعملت زوج قوالب صغار، واستعملت ايضا مولا كيك دوك تشوفوه. وهنايا هذا السيرسو استعملت فيه ورق الطهي، وايضا القالب هذا على شكل شارنيير استعملت فيه ورق الطهي، لكن النتيجه من بعد اللي استعملت هذاك تاع السيرسو هو اللي عطاني نتيجه احسن. هنا العجينه غادي نوضعوها فوق طاوله العمل، وما تنسوش وضع شويه فريده لانها راها تتلاصق. نوضعوا ايضا شويه زيت في يدينا، وغادي نجمعوها مليح كما راكم تلاحظوا في الصوره، كاننا رانا نصنعوا خبز باغيت. من بعد غادي نقطعوها الى ثلاثه حصص، الحصه الكبيره خليتها في مولا كيك، والحصص الصغار هما اللي غادي نوضعهم في القوالب اللي وضعت فيهم الورق نتاع الطهي. هنايا غادي تلفوهم مليح، تعطوهم شكل كروي. نفس الشيء بالنسبه للقطعه الثانيه والقطعة الكبيرة أيضا. هذيك القطعة الكبيرة غادي نوضعها في مولا كيك، هذا جو طابل تقدروا تطيبوا فيه. هنا غادي نعدلوها جيدا، وأيضا القطعة الكبيرة كما راكم تلاحظوا. هنا ما لازمش تنحوا لها هذاك الغاز أو الخميرة، ما تهبطوهاش، فقط تلفوها وتوضعوها في القالب. وما تنسوش أيضا دهن القالب، هذا القالب جو طابل يعني تقدروا تطيبوا فيه عادي لأنه ما غاديش يلصق. لكن إلا استعملتوا قالب نتاع اينوكس ولا اخر لازم تدهنوه بالزيت وتوضعوا له شويه فرينه. وكما لاحظتوا العجينه تحمل بسرعه وبسهوله، وتوضعوها في القوالب وتخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها باش نقوموا بعمليه الطهي. انا خليتها ساعتين ونصف باش تضاعف الحجم نتاعها على هذا الشكل. لكن الا استعملتوا فقط الخميره البايته غادي تتطلب واحد الربع سوايع او خمسة سوايع. من بعد هنايا تشرطوها هكاك شويه، تحلوها باش تنفخ لكم مليح بعد في الفرن. في هذوك الفتحات غادي نوضعوا شويه زبده، اما بيضاء او الزبده العاديه. من بعد غادي نسخنوا الفرن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فرنهايت. من يسخن الفرن غادي نوضعوا البلاطو نتاعنا في وسط الفرن، وماذا بكم وضعوا اناء فيه الماء باش تجيكم هكا مقرمشه من برا. ومده الطهي كانت 50 دقيقه حتى تشوفوها انتفخت على هذا الشكل. في العشر دقائق الاخيره الفرن كان على درجه حراره عاديه 180 درجه مئويه، لكن من بعد نقصت له غير شويه باش تطيب مليح من الداخل. وكما راكم تلاحظوا شوفوا كيفاش انتفخت. وهنايا فقط ملاحظه، هنايا لازم توضعوا هذا لي بروشيت في هذا لابريوش من الاسفل، وتخلوها ليله كامله حتى تبرد لكم على هذا الشكل. يعني لي بروشيت غادي تدخلوهم كيما هكا من الجهه السفليه، وتوضعوهم في اي قدر ولا اناء اخر، وتخلوهم ليله كامله باش تبرد مليح من الداخل وتتماسك لكم غايه. كما راكم تلاحظوا هنايا بعد ما باتت راهي في الصباح، دوك تشوفوا غادي نقسمها لكم وتشوفوا كيفاش تجي من الداخل. وبالنسبه لهذيك لابريوش اللي جايه في القالب تاع الكيك ما فتحتهاش، لان بنتي عطاتها هديه لصديقتها لانها تحب لابريوش. شوفوا هنا كيفاش تجي من الداخل، تجي قطنيه
وايضا مثقبه مليح، وعندها واحد البنه مغايره على البريوش العاديه. بالنسبه لملاحظه اليوم، كما لاحظتوا انا ما دهنتهاش بالبيض من الاعلى، لكن تحمرت لان مده الطهي كانت طويله. لو كانت تدهنوها بالبيض ماذا بكم استعملوا فقط بياض البيض باش ما تحمر لكمش بزاف. والملاحظه الثانيه، عوض باش توضعوها في قوالب صغيره ومولا كيك، كاين قالب خاص بهذا النوع تاع البريوش تجيكم عملاقه، جاي كيما تاع لي كيسه تاع لي مادلين، لكن الحجم تاعها كبير. ما كانش عندي حاضر، ان شاء الله لو كان يكون عندي حاضر نعاودها لكم في هذاك القالب. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وهذا تلبيه لطلبات بعض الاخوات، ان شاء الله يكون عجبكم. ونقول لكم مع السلامه والى الوصفه الجايه ان شاء الله.